المغرب يعلن تعليق الرحلات المباشرة مع روسيا. أعلنت السفارة الروسية بالمغرب عن توصلها بقرار تعليق مؤقت للرحلات المباشرة بين المغرب وروسيا ابتداء من اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر. وذكرت السفارة في بلاغ مقتضب على صفحتها الفيسبوكية أن السلطات المغربية أبلغتها بقرار تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمغرب، وأشارت إلى أن الرحلات الجوية العابرة لدول ثالثة لا تخضع لهذه القيود.